preparato, ما دبيناك نعاود هنا. هذه فعلا 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 هذه تسمى كرة ريترو، أنها ضربت على الأرض ثم رجعت إلى الميدان اللاعب الذي ضربها، وهي ما يعبر عنها في لغة ربما كرة المضرب بآلة محول السرعة في السيارة. أوكي. من سرعة ثالثة إلى سرعة ثانية مع الرياح. أوكي. جميلة جميلة اللقطة. رجعت اللاعب تخلى الشبكة. ما فما حتى حل. لا يا بروكي، حافظ على الشباك، لأن اللقطة كانت أجمل أيضا، وتعود الكرة من جديد.